السلام عليكم، معكم حمدي ياسر، هندسة شبرا، دفعة 2022. تعالوا ناخد جولة كده مع المشروع اللي جالي. كان عبارة عن مستشفى. على قد ما أنا كنت سعيد إن أنا عامل ديزاين لحاجة جديدة أول مرة أعملها. فتعالوا مع بعض كده نشوف إحنا عملت إيه. أول حاجة زي ما أنتوا حضراتكم شايفين، نضفت البلانة، عملتها على لير خفيفة. هنا جبت باكج، هنا رميتها بره المستشفى كده، فيها الترانس والار ام يو، لوحه الام دي بي ولوحه الاي ام دي بي، وهنا الجنريتور حطيته هنا. ماشي، هنا المبنى دي كانت جايالي، غرفه الكهرباء كانت جايالي هنا، بس انا لما عملت الزوننج بتاعتي، حسبت الزوننج بتاعتي، لقيتها الدايره بتاعتي مش مغطيه البلانه بالكامل. فاضطريت ان انا خدت المخزن ده، عملته غرفه كهرباء. بعد كده بقى معايا غرفة كهرباء في الجزء اليمين وغرفة كهرباء في الجزء الشمال. طبعا هنا الكابلات اللي متوصلة ما بين لوحة الام دي بي ولوحة اللوحة اللوكال ديت همشيها على تري، ودي طبعا عملت لها الحسابات بتاعتها. وهنا طبعا وضحت هنا ديتيلا، هنا الحسابات التري هنا بتركب ازاي. تاني حاجة دخلت فيها اللايتنج دي، طبعا بعد ما عملت الحسابات على الدايلوكس هنا، مسكت كل غرفة وعملت لها الحسابات بتاعتها. وطبعا هنا في كتالوج اسمه كينال، ده برضو ساعدني كتير في موضوع المستشفى ده. بيبقى كاتب لك غرفة الكهرباء تخش فيها، ويكتب لك الكشاف المفروض يستخدم في المكان ده ايه، ويوضح لك الحاجة دي بتركب ازاي جوه الأوضة دي. فكتالوج جميل جدا، ده اللي ساعدني كتير. طبعا بعد ما خلصت هنا الدايلوكس، رفعت هنا الكشافات على الكاد. ماشي، وغيرت البلوكات بتاعت الدايلوكس ديت ببلوكات اللي انا عملتها بالمقاسات الحقيقية. ماشي، فهنا زي ما انتوا حضراتكم شايفين، عملت الوايرنج، وبعد كده عملت الهاتش مارك، وبعد كده عملت الدايمنشن، وهنا ديتيلا بتوضح فيها ازاي الكشاف بيركب ريسيست جوه الفول سيلينج. هنا ده الخرسانة جواها الماسورة، ده الماسورة ماشية دخلت على بول بوكس 2. البول بوكس ده ادى فليكسيبل، نزل على الكشاف. الكشاف ده بيبقى ريسيست جوه الفول سيلينج. ماشي، مشيت بماسورة ادت للبول بوكس برضو للي بعديه، وهكذا الكشاف اللي بعده وهكذا. دي ديتيل توضح ازاي وصلت الكشافات ببعضيها. وبعد كده دخلنا في الباور. الباور طبعا شفت برضو، وهنا يعني شفت البيديو يونت دي، طبعا حطيتها في اللايتنج، وحطيتها في الباور، وحطيتها في اللايت كارنت، فأزمة اللايت كارنت برضو. وكتبت بتبقى موجود في الليجنت هنا، وضحت في الليجنت، في كل ليجنت وضحت فيها بتبقى موجود جواها ايه، عبارة عن ايه البيديو يونت دي، بتبقى جواها ايه بالظبط. وعرفت كل غرفة هنا، كل غرفة مش عارف كان كود سي اي بي ولا مش عارف كان كود ايه كده، كان فيها كود كذا كود معايا كده كنت بفتحه، اعرف كل اوضة بتبقى محتاجة سوكت ايه، واحط السوكتات ديت. وهكذا الديسكونكت سويتش برضو لكل غرفة عملت له الحسابات بتاعته. الديسكونكت سويتش كل غرفة قست المساحة قد ايه، ومنها جبت عايزة كام هورس باور. وبعد كده دخلت في الداتا والتليفون والسي سي تي في، عملتها على بلانة واحدة، وديت مشيتها على كيبل ترانك زي ما حضراتكم شايفين. عملت الدراسة بتاعتها وعملت الديزاين بتاعها زي ما حضراتكم شايفين كده، ودي ديتيلا. دي ديتيلات موضحة هنا المواسير، هنا الداتا، هنا الداتا والتليفون هنا بيتركب ازاي جوه الحيطة، وازاي مشيت ادت هنا للبول بوكس ونزلت على هنا التري، مشيت على قصدي الترانك. ماشي، وديت توضيحة
الداتا والتليفون في حالة لو أنا هوصلها من الأرض، يعني دي لو هوصلها من لمة الحيطة، ودي لو هوصلها من الأرض. دي في حالة هنا مثلا في أماكن مش عارف أمشي على الحيطان، فبضطر أمشي على الأرض. يعني هنا مفيش حيطة جنب الفلور بوكس ده، فبضطر أمشي في الأرض. ده سنجل، ده رايزر دايجرام وضح لي النظام ماشي ازاي. بعد كده دخلت في الفاير الارم، ديت عملتها من النوع اللي هي الادريسابل. ادريسابل بتبقى لوبه واحده فيها الديتكتور والبتاع السماعات، هي بتبقى لوبه واحده. اما الكونفنشال كان المفروض ان انا اخلي الديتكتور على لوبه لوحدها، الديتكتور والكواسر على لوبه لوحدها، والسماعات بتبقى على لوبه تانية. بس هنا انا اشتغلت على اللوحه اللي هي الادريسابل ديت. وهنا وضحت الديتيلا برضو ازاي الديتكتور بيركب. اوكي، و ايه تاني؟ دخلت في النورس كول سيستم برضو، عملت الديزاين بتاعته، عرفت ازاي بيتعمل وكده، واتفرجت فيديو ليه وعرفت ازاي بيتعمل وعملته. وهنا برضو وضحت هنا رايزر دايجرام النظام ماشي ازاي، وهنا ديتيلا البيت هيد يونت ازاي بتبعد قد ايه من الارض، مسافة قد ايه اللي هي بتبقى فوق السرير. وطبعا اخر حاجة اللي هي السنجل لاين دايجرام. هنا عملت السنجل لاين دايجرام، حسبت كل لوحة بتحتاج، كل لوحة بتحتاج السيركت بريكر بتاعها قد ايه، والكابل السايز بتاع الكابل، والفولتج دروب، والشورت سيركت، والترانس قد ايه، اجي ترانس قد ايه، وجنريتور قد ايه، والالكتريك فاير بامب قد ايه. كل ده عملت له الحسابات بتاعته، وعملت باور فاكتور بريدكشن. بعد كده دخلت في التندر. اول حاجه جبت الافرج لينس بتاعت اللايتنج، تمام. هنا ايه لجميع اللوح، هنا الافرج لينس اللايتنج، قسمت التوتال لينس على الاوتلت اللي هي كانت المفروض تبقى لايتنج لايتنج الاوتلت بتاعت الكشافات والسويتش والاوبليك والفان. بس هنا ما كانش فيه اوبليك ولا فان، فهنا مصفرة. وفي حاجة تانية برضو اخد بالي منها، هنا لو السويتش قال لي ان في البند قال لي ان الكشافات محمل عليها السويتش، همسح ده خالص، مش هقسم على الرقم ده بس. وهكذا جبت الافريج لينس بتاعت الباور، جبت برضو كل سوكت بيحتاج افريج لينس قد ايه من المواسير، وهكذا في اللايت كارنت، داتا، تليفون، كاميرات، جبت الافريج لينس بتاعتها، وهكذا في الفاير جبت الافريج لينس. هنا الديفايس، الاجهزه، مكشفات او لوح هتركب، جبت لها الحسابات بتاعتها، هل هي سبلاي وانستول، ولا هي انستول بس وصاحب المكان هو اللي هيورد لي الجهاز ده. كل ده عملت له برضو الدراسة بتاعته. عملت ستادينج شيت، ستادينج شيت للمواسير. عملت اول حاجة في هنا، عملت ستادينج شيت هنا الاول الاوتلت هنا، مثلا هنا في الـ هنا في, الـ في مشيت هنا بي في سي، مواسير بي في سي في حالة الانظمة اللي هي السوكت والاضاءة، وحالة الداتا اوتلت، الحاجات اللي يعني اللي مش ضرورية مشيتها بمواسير بي في سي عادي. اما في الحاجات اللي هي الضروريه اللي انا عايز احافظ عليها، مشيت على اي ام تي اللي هي الفاير وانظمه الفاير والحاجات ديت، دي مشيتها اي ام تي، دي عملتها حسابات اي ام تي الاربعه دول.
والباقي بي في سي عادي، مش في حالة الحريق عادي، مش مهمين بالنسبة لي. جبت البي او كيو برايس في الآخر. وبعد كده لو انا عملت برضو، لو انا استخدمت عملت الحسابات كلها، الحسابات بتاعتي كلها على البي في سي، ماشي، على مصير بي في سي، وهنا برضو لو الحسابات بتاعتي كلها عملتها مشيتها اي ام تي، المسارات بتاعتي مشيتها كلها اي ام تي، جبت البي او كيو برايس بتاعتها بتاعت ده وده بتاعت ده، وبعد كده عملت مقارنة. لو انا استخدمت بي في سي هتكلف كذا، لو انا استخدمت اي ام تي هتكلف كذا، وهنا البرسنتج النسبة اللي ما بينهم. عملت تيكنج اوف للاوتلت هنا، وضحت انا محتاج كمية اللفة بتاعت المواسير، كم محتاج، كم لفة محتاج، كم قطعة كابلنج، كم قطعة سدل، كم قد ايه من المسامير، قد ايه سيركلر بوكس، قد ايه وهكذا. برضو قد ايه انا محتاج علب، العلب بتاعتي كميات قد ايه، وهكذا في الفليكسيبل. عملت برضو كيبل سايز، شفت الكمية بتاعت كل كابل قد ايه محتاجها، كم متر، يعني الكابل 3 في 3 كم متر، وهكذا كل الكابلات. قست شفت محتاج كم متر من كل كابل. هنا برضو توضيحة حسابات ازاي نحسب الكونتور سايز. هنا طبعا كل كابل بشوف كل القطر بتاع كل كابل كام من كادرج السويدي، واشوف انهي ماسورة تناسب مع هذا الكابل، ماشي. عملت كيبل ستادينج شيت، ديت الكابلات اللي هي ما بين اللوح وبعضيها. عملت برضو التكلفة بتاع البوك فيو برايس بتاعتها قد ايه. عملت تري ستادينج شيت، التري اللي انا استخدمتهم كان 100 و200 و400. هنا ده سعرهم، سعر المية كام، كانت 116.9، وضربتهم في 1.14 عشان الضريبة وكده. جبت البوكو برايس في الآخر. هنا البانل ستادينج شيت، هنا بشوف كل لوحة هتتكلف معايا كام، دي على بتبقى على حسب البريكر اللي بيبقى راكب جواها، وهل هو ام سي سي بي ولا هو سنجل فيس ام سي بي ولا ثري فيس ام سي بي، ماشي. وبرده تكلفة تقفيل اللوحة وتركيبها، فكل ده بقى اشوف كل لوحة هتتكلف معايا كام قد ايه. تري سايز، عملت تري سايز برضو زي ما حضرتكم شايفين. وهنا الكيبل كادلينج ليست، ديت شفت كل كابل من اللوحة كذا للوحة كذا بيحتاج فيرتيكال وهوريزونتال قد ايه، همشي مسافة فيرتيكال وهوريزونتال قد ايه، وده التوتال لينس اللي انا مشيته في كل كابل مشيته من لوحة للوحة. تمام. وديت برضو ممكن عاوز الكيبل كاتنج ليست ديت في حالة لو انا مثلا عرفت ان انا هنا في حساب اللاجز وجلانت والتيكن جوف الكابل مثلا الاربعة في 25 انا محتاج 165 متر، فهنا ممكن انا الشركة السويدي ما يكونش مناسب، يبقى فيه كمية أكبر أو أقل من الكمية دي، من عدد الأمتار ديت. فأنا أعمل إيه؟ أديهم الكيبل الكاتلينج ليست ديت عشان يحاولوا إيه ما يبقاش فيه هوالك، يعني هنا مثلا 4 في 25 فيه يجي 3 مقاسات، فيحاولوا ينسقوا لي المسافات ديت على أساس إن أنا إيه ما يبقاش فيه هوالك كتير معايا. طبعا دي زي ما قلنا اللاكس والجلانت تيكن جوف، بشوف انا محتاج لوجز قد ايه وجلاند قد ايه، ووضحت هنا. وطبعا الواير، مسافة الواير قد ايه، مسافة الوايرات الجلاند واللوجز، وضحت عددهم ايه. طبعا دخلت هنا في التري تيكن كوف، انا اشتغلت كيبل تري،
اللي هي مشيت فيها عليها الكابلات اللي هي كانت ما بين اللوحات وبعضيها، واللي هنا الكيبل ترانك اللي هي كانت عملتها اللايت كارنت، وعرفت هي الفيتنج اللي معاها الكمية بتاعت الفيتنج قد ايه. وهنا وضحت، هنا جمعت التوتال هنا في كل مثلا الكابل التري، وضحت مسافته قد ايه وهكذا في الترانك، والفيتنج محتاج هوريزونتال البو 50 كام، وهكذا في المية كام والميتين كام، وهكذا جمعتهم بقى التوتال. في الاخر عملت طبعا كيبل ار اف في كيول هبعته للسويدي، ده هبعته للسويدي لغايه الايتم كود كده، وهو اللي هيبعت لي في الاخر اليونت برايس والتوتال البرايس، هو اللي هيبعت لي البرايس. يعني انا هبعت له الار اف كيو ده، وهو اللي هيبعت لي البرايس بتاعت الحاجات ديت، ماشي. وهكذا في الجلاند برضو بقى، جلاند عملت جلاند ار اف كيو واللاجز ار اف كيو، وهكذا كل حاجه عملت لها ار اف كيو عشان ابعتها لكل شركه. مثلا هنا البوكس هنا هبعتها للبيت الهندسه، فدخلت طبعا على بيت كل، لازم طبعا كل كاتالوج تخش تقراه تشوف هم بيطلبوا، يعني انت تشوف الايتم كود موصفينه ازاي، وعلى اساس تكتب كل مثلا السيركل بوكس، تشوف السيركل بوكس ال 20 مم، تشوف الايتم كود بتاعه في الكاتالوج ده مكتوب كام عشان توضحه لهم. وهكذا في جميع الار اف كيو، عملت جميع الار اف كيو لكل شركه انا هبعت لها، وكده تميت المشروع بتاعي. وأحب أشكر طبعا الباشمهندسين اللي وقفوا جنبينا، المدربين طبعا باشمهندس حمدي على جهد المبذول اللي هو عامله صراحة، وعلى الكرسي الجميل اللي هو عامله ده، والله أنا ما شفتش ولا أشوف كرسي صراحة لغاية دلوقتي كرسي بالجمال ده. وشكرا طبعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.